موجة حر خلال فترة العيد وكيف راح تكون الأجواء بهاي العطلة والتفاصيل بالمختصر. راح نبدأ من يوم الأربعاء إن شاء الله، راح يكون في ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة، ولكن مع يوم الخميس والجمعة والسبت وحتى يوم الأحد متوقع أن تتأثر المملكة بموجة حارة، وهي الموجة الحارة راح يكون الأجواء فيها مرتفعة جدا في معظم المناطق. عم نحكي على درجات حرارة بين منتصف الأربعينات ونهاية الأربعينات في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وأيضا درجات حرارة في أواخر الثلاثينات في العاصمة عمان. لهيك لازم ننتبه تحديدا بس نبلش العطلة من يوم الجمعة والسبت والناس اللي طالعة تشتري أغراض إنه في ساعات النهار ما نتعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس، وأيضا بدنا ننبه إنه حتى أول أيام العيد اللي هو يوم الأحد ننبه على الأطفال إنهم ما يكونوا عم بيقضوا وقت كتير كبير في ساعات النهار تحت أشعة الشمس لأنه راح تكون خطرة جدا. وأيضا بدنا ننبه على الأهالي اللي طالعين بدهم يعيدوا إن شاء الله، فإنه ما نترك أي مواد قابلة للاشتعال في المركبات وما نترك الأطفال في المركبات حتى لو لفترات قصيرة، لأنه الأجواء راح تكون حارة جدا إن شاء الله. حتى في ساعات الليل متوقع تكون الأجواء دافئة في معظم مناطق المملكة، وحتى مع العيد وأيام العيد المتبقية راح تكون الأجواء حارة. لهيك بدنا إياكم تضلوا سالمين، كل عام وأنتم بألف خير. إذا عندكم أي أسئلة تانية اكتبوا لنا إياها بالتعليقات لحتى نجاوبكم عليها. سلامات.